العلاقات المصرية السودانية مشاهدينا على الصعيد الاقتصادي تطورت خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية بين البلدين والتي سهلت حركة التجارة، بالإضافة إلى الطريق الساحلي بين مصر والسودان. تنازلية ومتشعبة في الاتجاهات والمجالات كافة، يزكيها نهر النيل، ذلك الشريان المتدفق من الخرطوم إلى قلب القاهرة. فالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا. ويسعى البلدان إلى توطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كل القطاعات، حيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار طبقا لإحصاءات عام 2017 توزعت على 229 مشروعا. على الجانب الآخر، تعمل في مصر 315 شركة سودانية تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات. ومن أهم الصادرات المصرية إلى السودان المنتجات البلاستيكية والحديد والأسمدة والزجاج، بالإضافة إلى المنتجات الورقية، فيما تستورد مصر من السودان البذور والفواكه الزيتية والحيوانات الحية واللحوم. وفيما يخص أهم المشاريع المشتركة بين البلدين، يبرز بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلومترا، ومشروع طريق قسطل ووادي حلفة وطريق أسوان وادي حلفة دنقلة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد. كما يأتي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمشروع رئيسي في التعاون التنموي بين البلدين. وفي المجال الزراعي تبرز مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي، من بينها 100,000 فدان في ولاية النيل الأزرق، ومشروع مصري لإنتاج اللحوم في ولاية النيل الأبيض، وكذلك مشروع للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفة لنقل البضائع والأفراد والسياحة.